اللي في الصورة ده اسمه محمد آدم، سوداني الجنسية، أحسن لقب ليه شيطان المشرحة، وده لأنه فعلا كده واحدة من أكتر قصص الرعب اللي ممكن تسمع عنها في حياتك وحصلت في اليمن. محمد آدم وهو عنده 7 سنين والدته تعرضت لجريمة اغتصاب وهما في السودان، ووالده لما عرف قرر انه ينتقم ويجيب حق والدته، فقدر يوصل للي عمل كده وجابه لحد البيت قدام محمد وقتله وقطعه ودفن جثته في أرض جنب البيت كانت مخصصة للمواشي، وكل ده حصل بالتفصيل قدام محمد آدم. وبعد سنين طويلة محمد اشتغل في مشرحة مستشفى أم درمان في الخرطوم، وكان متخصص في تغسيل الموتى أو تغسيل الجثامين اللي جاية للمشرحة، وخد خبرة كبيرة جدا من خلال شغله هناك، وبعدها قدم على شغل في دولة الكويت وسافر على هناك واشتغل في أكبر مستشفيات في الكويت، وكان برضو في نفس التخصص مغسل في مشرحة الموتى، وبعدها رجع تاني على السودان لحد ما جت سنة 95 وسافر على اليمن واشتغل هناك مغسل في مشرحة مستشفى صنعاء العام، والمستشفى وكلية الطب كانت عبارة عن مبنى واحد. في الوقت ده كان في جرائم اختفاء كتير بتحصل، والجرائم دي كانت دايما بتقيد ضد مجهول، وخلينا مركزين في الجملة اللي لسه قايلها دلوقتي علشان هنعرف تفاصيل كتير كمان شوية. محمد آدم لما استقر في اليمن حاول بكل الطرق ان يبني علاقات قوية مع طلبة كلية الطب، وكان مشهور بين الطلبة بانه بيقدر يعمل حاجات كتير غير قانونية، اشهرها انه بياخد منهم رشاوي علشان يديهم اجزاء من جثامين الموتى علشان طلبة الطب بيعملوا عليها بعض الدراسات والابحاث، واحيانا كتير كان بيقنع الطلبة انه ياخد منهم رشاوي علشان ينجحهم في الامتحانات، لانه كان على علاقة طيبة بالدكاترة المسؤولين عن نجاحهم، وانه كان بيدي الرشوة دي للدكاترة علشان الطلبة تنجح، وطبعا كل الكلام ده غير صحيح. وكمان محمد آدم كان بيبيع للطلبة الشرايط اللي متسجل عليها المحاضرات، لانه كان بيقدر بطرق كتير غير قانونية ان يحصل على الشرايط اللي بتسجل عليها المحاضرات ويبيعها للطلبة اللي ما حضروش المحاضرات، وكان بيقدر يجمع من الطلبة فلوس كتير مقابل اجراءات كتيرة غير قانونية. كل اللي سمعناه من رشاوي او جرائم غير قانونية كل ده بالنسبة لمحمد آدم ولا حاجة، لحد ما جت سنة 1999 طالبة عراقية اسمها زينب كانت بتدرس الطب في جامعة صنعاء، وكانت بتسمع كتير من الطلبة زمايلها انها تقدر تدفع رشوة لمحمد آدم في المشرحة وتقدر تاخد منه أجزاء من الجثث أو إنه كمان يساعدها في إنها تنجح في الامتحانات. زينب الطالبة العراقية بعد ما ادت لمحمد آدم الفلوس اكتشفت إنه قعد يتهرب منها أكتر من مرة، لكنها جت في وقت كانت محتاجة نموذج لجمجمة بشرية، نموذج مش حقيقي، مجرد نموذج من البلاستيك لجمجمة بشرية هي هتعمل عليها بعض الأبحاث والدراسات، وراحت لمحمد آدم على المكان اللي قاعد فيه علشان تطلب منه إنه يساعدها في إنه يجيب لها نموذج لجمجمة بشرية. محمد آدم استدرج زينب جوه المشرحة، زينب بدأت تهدده إنها هتفضحه بموضوع الرشوة لو ما نفذش كل حاجة هو قالها. في اللحظة دي محمد آدم قرر يعمل مع زينب زي ما عمل مع ضحايا كتير قبلها، أول حاجة عملها إنه قتلها، وبعد ما قتلها قطع جثتها لأجزاء كتير صغيرة، احتفظ بأجزاء منها داخل صناديق زجاجية، الصناديق دي بتكون مخصصة للحفاظ على الأجزاء البشرية جوه المشرحة، وبيكون فيها سائل مخصص علشان تحافظ على الأجزاء البشرية دي لأطول مدة ممكن، ودي بتستخدم بشكل عادي وطبيعي جوه أي مشرحة، وباقي أجزاء الجسم تخلص منها وحتى العظم اختفى تماما، وده عن طريق مادة كيميائية محمد آدم قام بتركيبها بنفسه. المادة دي بتقدر إنها تحلل أجزاء الجسم والعظم وتخفيهم تماما، وبعد ما قتل زينب وتخلص منها تماما قعد على باب المشرحة عادي كأن مفيش حاجة حصل. والدة زينب بدأت تحس ان بنتها اتأخرت زيادة عن الوقت الطبيعي، فسألت صديقة لزينب علشان تطمن عليها، فعرفت ان زينب بلغتها انها رايحة لمحمد آدم تشتري منه نموذج من الجمجمة. والدة زينب طلعت على المشرحة وقابلت محمد آدم وسألته عن زينب، لكنه أنكر انه شافها تماما، وأنكر اصلا انها جات له وانها طلبت منه اي حاجة. والدة زينب ما كانتش مطمنة لطريقة كلام محمد آدم، فطلعت على الشرطة وعملت بلاغين، البلاغ الاول باختفاء زينب تماما، البلاغ الثاني باتهام محمد آدم بالرشوة بانه كان بياخد رشوة من زينب ومن الطلبة. الشرطة قبضت على محمد آدم وقعدت تحقق معاه لفترة طويلة،
ولكن لان مفيش اي دليل يدين محمد ادم فخرج عادي ومارس شغله بشكل طبيعي، لحد ما واحده من صديقات زينب شافت شنطه زينب في مكان مخفي جوه المشرحه، فبلغت والده زينب وبلغت الشرطه وبلغت المسؤولين في الجامعه. الشرطه جت بسرعه وقبضت على محمد ادم، وكان وجود شنطه زينب في المشرحه دليل قوي على القبض عليه مره تانيه واتهامه بشكل واضح في قضيه اختفاء زينب. الشرطه بعد ما قبضت على محمد ادم ووجهت له اتهامات، تحديدا مع وجود الشنطه الخاصه بزينب وهي دليل كافي للاتهام، اعترف محمد ادم بكل الجرائم اللي عملها وعملها ازاي، ومش بس الجرائم اللي حصلت في اليمن، ده كمان الجرائم اللي حصلت في السودان وفي الكويت. وفي نفس الوقت اللي التحقيقات دايره فيها مع محمد ادم، قوات من الشرطه اتجهت على المشرحه علشان تبحث عن اي دليل. قوات الشرطه لقت اجزاء كبيره جدا من اجسام بشريه غير معروفه، واجسام بشريه كتيره تم الاحتفاظ بيها داخل صناديق زجاجيه داخل المشرحه، واشلاء بشريه متناثره داخل المشرحه مش معروف الاجسام دي خاصه بمين او بتاعه مين. واعترف انه قتل 16 طالبه في اليمن بنفس الطريقه بالظبط، وكل جرائم القتل اللي تمت كلها تم تأييدها ضد مجهول، لان مفيش اي اثر للجثه. واول جريمه ارتكبها في اليمن كانت مع عشيقته، وهي كانت بتحبه جدا وكانت حامل منه، وكانت بتساعده في بيع الذهب الخاص بالضحايا، انه بعد ما كان بيقتلهم كان بيديها الذهب وهي كانت بتبيعه وبتجيب له الفلوس. وفي يوم من الايام اختلفوا على المبلغ المالي، فمحمد قرر ان هو ينتقم منها، فقتلها وفتح بطنها وطلع الجنين وحط الجنين جوه صندوق زجاجي، وفضل محتفظ بالجنين ده جوه المشرحه لحد ما اتقبض عليه. وبالنسبه لجثتها عمل نفس الطريقه بالظبط، قطع الجثه لاجزاء كتيره جدا وحط الجثه في المحلول الخاص اللي هو اخترعه، والجثه دابت تماما سواء اللحم او العظم، ما بقاش ليها اي اثر. واعترف كمان انه قتل اكتر من 11 بنت في السودان بنفس الطريقه بالظبط، وال11 بنت دول برضو تم تأييد الجرائم بتاعتهم ضد مجهول، واتكتب في جرائمهم ان هم تم اختفائهم، ما كانش حد يعرف ان هم اتقتلوا اصلا. وقال كمان في اعترافاته انه كان بيتعاون مع منظمات كبيرة متخصصة في بيع الاجزاء البشرية، وكان بيساعدهم عن طريق انه بيقتل الضحايا وكان بيبيع الاعضاء البشرية ليهم. والاصعب انه كان لما بيفشل ان هو يخفي اثر الجثة تماما، كان بيقطع الجثة لاشلاء صغيرة جدا ويطلب من الجامعة تصريح بدفن اشلاء الجثث دي، لانها اصبحت عبء داخل المشرحة ومش عارفين يحتفظوا بيها في مكان. فكانت المشرحة بتديله الموافقة على دفن الاجزاء البشرية دي، وبالتالي حتى الاجزاء دي بيكون ملهاش اي اثر داخل المشرحة. كل اعترافات محمد ادم عن طريقة القتل وما بعد القتل مرعبة جدا. كتير من الضحايا ما كانش بيكتفي بقتلها بس، كان بعد ما بيقتلها كان كمان بيغتصبها داخل المشرحة، وبعدها بيقطع جسدها وبيعمل فيها زي ما عمل في كل الباقي. والاصعب ان محمد ادم كان بيصور كل الخطوات اللي بيعملها فيديو، وكان بيحتفظ بالتصوير ده داخل الشرايط المخصصة لتسجيل المحاضرات الدينية. ومن كتر فجر محمد ادم انه كمان في التحقيقات قال ان كان في مرة في كلية الطب معرض للطلبة، المعرض ده بيعرضوا فيه بعض الاجزاء البشرية علشان الطلبة يتعلموا بعض الامور الخاصة بيهم. محمد ادم حط صناديق زجاجية داخل المعرض فيها اجزاء بشرية من ضحايا، وكان الطلبة بيتمشوا في المعرض وحواليهم اجزاء كتير من جثث الموتى وجثث الضحايا اللي هو قتلهم. محمد ادم كان بيستمتع باللي بيعمله. سنة 2001 اتنفذ فيه حكم الاعدام في ميدان عام قدام مجموعة كبيرة من المواطنين اليمنيين، وده بعد ما قتل اكتر من 27 ضحية بنفس الشكل. سلام عليكم.